حلمة لمت ثلاثة وليدات عمارها ما تفوتش 18 سنة، محمد خليل بن عجمية، خليل بن شعبان وأحمد الجوادي. الهدف متاعهم واضح، يكملوا مسيرة اللي سبقوهم ويكونوا جينيراسيون دور في السباحة التونسية. الثلاثي هذا ما تفارقش من عام 2019 وقت اللي لمهم نادي مستقبل الرياضي بالمرسى ومسبح عبد القادر عاشور. النادي اللي كان شاهد على بدايات قرش المتوسط بطلنا الأولمبي السابق أسامة الملولي. الملولي خرج من البيسين هذايا وقبل الملولي اللي بن عاشور اكسيتيرا، معناتها فما عادات وتقاليد في الناتاسيون في السباحة في المرسى قديمة ياسر. الإيدول متاعي نصور تونس كل يغزلوا الأسامة وتوس كيف كيف أيوب ولا إيدول متاعي حافناوي. عزيمة الثلاثي متاعنا زادت قوات كي لقاو معاهم في البطولة العربية الأخرى في مدينة أبو ظبي لو شامبيون أولمبيك كونتيدر أيوب الحافناوي. معنا بطل أولمبي غاديكا، العينين علينا احنا برشا، فرحوا بينا غاديكا، كل شيء لهين بالتوانسة، تونس ولد باسمها معناها في الأفريق ومع العرب في العالم الكل. الثلاثي كان عنده نصيب الأسد من الميداليات وحقه 13 ميدالية من أصل 31 اللي خلى تونس تكمل في المركز الثاني من البطولة. شرفنا تونس، كلاسينا الثانيين في كلاسمون جنرال وحنا 9 عوامين كهو. خدمة، تعب وبرشا تضحيات، هذا سر النجاح اللي يقسمه ثلاثي المرسى. الخدمة خاطر مع القراية وسرتو أنا باك سنين كل ما هيش سهلة ونعرفها من سهلة ذاك علش زمون تلمان ونكون حاضر برشا. أكيد ورا نجاح أي رياضي مجهود الإطار الفني. التريوم تاعنا يلمهم نفس المدرب هاني تقطق اللي تبع فيهم من سنوات. معناتها ثلاثة أولاد هذوما خليل بن عجمية، خليل بن شعبان وأحمد الجوادي، الحمد لله معناتها يعملوا في نتائج باهرة. المرسى موفرت لنا معناتها المسبح، معناتها ديما كيما فما وقت فارغ في الدراسه ولا حاجه عندنا ديما رواق خاص بالجماعه هذوما مع صحابهم زاد كيف فما موتيفاسيون كبيره ما بيناتهم، زاد فما تناسق ما بين الاولاد هذوما. الحلمه ماهيش باش تقف هوني، بن عجميه بن شعبان والجوادي يطمحوا للعالميه ويحبوا يشرفوا البلاد في المسابقات الكبيره. بها ان شاء الله الاوبجيكتيف الكبير نتاعنا هو طاندغ الشامبيون لي جوز اولمبيك 2024 باريس 2024 ان شاء الله، وعلاش ليه نعملوا اللي عملوه اللي قبلنا أسامة الملولي وأحمد ويب الحفناوي ونكونوا إن شاء الله ميداي أولمبيك إن شاء الله. علاش ليه؟ حلمي نكون يعني بطل أولمبي، علاش ليه؟ بليزيور ربريز مش مرة بركة ومش مرتين، في واحدة بركة يعني نحلم إني نهز برشا ميداي أولمبيك. هب البلاد اللي جابت أسامة الملولي أيوب الحفناوي نجم تجيب أبطال جدد كيما الثلاثي متاعنا وغيرهم من السباحين اللي تألقوا في الأصناف الشابة. ولازم نتجنبوا أخطاء الماضي اللي تتمثل في نقص التجهيزات في المسابح متاعنا، عدم المحافظة على الكفاءات وعدم تأثير الطاقات الشابة وأهمية التوفيق بين الدراسة والرياضة. الرسالة هي لونكادغمون، أهم حاجة سي لونكادغمون دي جون، معناتها لازمنا نأطروا الصغار هذوما، أهم حاجة زاد الدراسة معناتها قلقت برشا زاد معناتها فما جماعة وكيما ديما نرجع لخالد بن عجمية والجوادي اللي هما يقراوا إكستيرن معناتها سناب بكالوريا، معناتها التوفيق بين الدراسة والرياضة راهو صعيبة ياسر. سنة أنا باك معناتها ولاد صعيبة شو واحد يوافق هكا وهكا، خاصة أنا باك سيونس، دونك قررت إني حاولت ندخل ليسي سبورتيف. ليسي سبورتيف واحد غاديكا يولي يعطيه الشانس يرينا ويقرا، وفما بيوز تهز وتجيبوا اللي اسهل لي حتى غاديكا ارتاح شويه. ان شاء الله نمشيو غاديكا ونخدموا اكثر ونعملوا ما خير ان شاء الله.